السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أقدم نفسي، أنا دكتور عبد الكريم. انطلاق التسجيل للدورة الرابعة في دبلومة رعاية الجو. هذا الدبلومة من تخاطب؟ ما هي الفئة المستهدفة؟ أهم فئة إحنا بنخاطبها في هذا البرنامج هم الكوادر الصحية كل اللي حابة تشتغل على شكل مستقل. يعني أنت ممكن يكون عندك فكرة إنه أنا حاب أروح أعتني أو أشتغل private business أو أشياء بتخص أنت تنمية الموارد المالية تاعتك، فممكن تروح تفكر بإنه أنا ممكن أروح أعتني بمرضى جروح. لكن في بعض التحديات اللي إحنا بنواجهها فيما يتعلق بهذا الموضوع إنه أنت ما راح تروح تفك دريسنج وترجع دريسنج مرة تانية، صح؟ إحنا عمالنا بنطلع على النتائج، فأول واحد فيهم هو الإنسان اللي حاب يوصل لنتائج. اللي معنا موجودة كمان هي فئة الناس اللي بيشتغلوا في رعاية الجروح. إذا كنت أنت فعلا تشتغل الآن في رعاية الجروح أو أنت موجود في مستشفى وحاب تنتقل توسع مداركك أنك أنت تروح على مجال مرتبط بالوند كير، فهذا الأمر عبارة عن بحر واسع. إذا أنت ما داركت نفسك وبدأت بتحقيق خطوات معينة واضحة تقدر من خلالها أنك أنت تدرك هذا البحر العميق، فأنت راح تكون مثلك مثل أي أحد آخر، لن تشكل إضافة. ولكن أيضا هذا الأمر يشمل الناس اللي بيشتغلوا في المستشفيات، إن كانت في إدارات الجودة أو في إدارات الانفكشن كنترول اللي هي كلها مرتبطة أصلا في مواضيع رعاية الجروح. هذه الدورة ما هي المحاور الأساسية اللي احنا بنتحرك من خلالها؟ في عندي ثلاث محاور أساسية احنا متحركين فيها بإنشاء هذا البرنامج. أول شيء في عندي معارف أو النولج بيس. في النولج بيس احنا بنحكي على إنه أنا راح أتعامل معك على أساس أنت لا تعلم أي شيء في مجال رعاية الجروح، وراح ننتقل مع بعض نبني هذا البناء المعرفي بحيث إنه احنا راح نبدأ من الأساس. راح تكون أول محاضرة عندنا في هذا المجال هي تريب تو سكن، راح ناخذ فيها كل التفاصيل المرتبطة بالسكن والستركتشر والتركيبات تاعته in the normal. وراح ننتقل في هذا البناء المعرفي درجة بدرجة لحد ما نناقش أنواع الغيارات اللي راح تستخدمها، كيفية استخدامها، كيفية تصنيعها، ما هي الأبحاث المرتبطة فيها، ونمتلك بعديها المهارات الخاصة بكيف أطبق هذه المعارف على أرض الواقع. هذه الدورة لا تفترض أنه إحنا عندنا أصلاً أي معارف مرتبطة برعاية الجروح، وإنما إحنا راح نبدأ معك من الصفر. إحنا راح نبدأ من أقل ليفل لحد ما وصلك إلى أنك أنت قادر أنك تعطي وتضيف بهذا العلم. المحور الثاني من محاور الدورة ألا وهي المهارات أو السكيل. هلا إذا كنت أنت تمارس أصلاً رعاية الجروح في مستشفى أو ما عندك أكسس، ما عندك مكان تمارس فيه، أنا راح أوفر لك إياه. إذا كان عندك مكان راح أساعدك إنك أنت تطبق هذه المهارات على أرض الواقع. اللي راح نعمله فيها إنه إحنا راح نبدأ بالتدريج، فعشان هيك ما يكون في بالك أي فكر إذا ما كان عندك أي خبرة قبل بإنه كيف أنا أتعامل مع الجروح. إحنا راح نناقش هذه المواضيع خطوة بخطوة لحد ما نوصل في الآخر لمرحلة إنه أنا confident enough، أنا عندي المهارة اللي أقدر من خلالها إن أنا أروح أشوف جروح وأقيمه وأنتقل فيها للقرار اللي أنا بدي إياه. المحور الثالث راح يكون معنا هو محور الكومبيتنسي، وأتوقع إنه أهم محور في هذا البرنامج كله تتعنا هو محور الكومبيتنسي اللي أنا أحاول من خلاله بإذن الله وبعون الله ومعكم إنه إحنا ننتقل من كوننا بس عبارة عن معارف ومهارات إلى قدرة على اتخاذ قرارات. هذه القرارات مرتبطة بحياة المريض ألا وهي الكومبيتنسي بيس ترين اللي راح ننتهي فيها بأن كيف أعمل بحث في هذا الوند كير، كيف أقدم كيس بريزنتيشن، أو كيف أني أنا أنتقل بأني أنا قادر على موازنة مجموعة من نتائج الدراسات أو نتائج الغيارات اللي ممكن إحنا نستخدمها في الجروح. أتشرف حقيقة بوجودكم معنا في هذه الدورة. راح أترك لكم في الوصف إن شاء الله كيفية التواصل لأي سؤال أو استفسار، تقدر تتواصل معنا في أي وقت من خلال الأرقام والوسائل الاتصال الموجودة في أسفل الشاشة.